الحياة اللي نشوفها في كل مكان حولنا هي الحياة اللي نعرفها ونعرف شروطها واحتياجاتها. من لحظة وجودنا على الأرض واجهتنا الكثير من التحديات حتى وصلنا للمرحلة اللي نعيشها اليوم، والأرض اللي نعيش عليها وفرت لنا الحماية اللي نحتاجها لنستمر. كانت الأرض بالنسبة لنا مركز الكون، لكن يوم اكتشفنا حجمها الحقيقي بين الكواكب والمجرات صرنا نتساءل، هل نحن وحيدين أم في حياة في مكان ثاني في هذا الكون الواسع؟ الكثير من الناس يخطر في بالهم إذا كان في مخلوقات فضائية في كواكب ثانية، بغض النظر عن أشكالهم وألوانهم وحتى الـ DNA اللي في أجسامهم. ولكن سؤالنا اليوم هو إذا كان في مخلوقات ذكية في الفضاء، وينهم وليش اليومنا هذا ما تواصلوا ويانا؟ في أواخر أربعينيات القرن الماضي انتشرت موجة الأطباق الطائرة في أمريكا وعدد من مناطق العالم. بدأت وسائل الإعلام تركز على هذه الظاهرة، وصار العلماء يتساءلون بجدية عن تفسير علمي إلها. وفي سنة 1950 كان العالم الإيطالي إنريكو فيرمي يتناول الغداء مع عدد من زملائه في كافتيريا المختبر العسكري في لوس ألموس، وصاروا يتكلمون عن الصحون الطائرة المجهولة، وبعدها انتقلوا للحديث عن احتمال وجود كائنات فضائية وحضارات ذكية خارج مجموعتنا الشمسية. وبعد دقائق من النقاش وبعد لحظات من التأمل صرخ فيرمي، ليش نعتقد أن حياتنا فريدة من نوعها؟ أنا أعتقد أن في الكثير من الحضارات الفضائية في الكون، وبالرغم من هذا الشيء ما نشوف أي حضارة منها. إنزين وينهم؟ انتشرت هذه الجملة مثل النار في الهشيم بين الموجودين في قاعدة لوس ألموس، وانعرفت هذه العبارة باسم مفارقة فيرمي. فيرمي فكر بالعدد المحتمل من الحضارات العاقلة والمتطورة في مجارتنا، واللي لو ثبت وجودها كان من المفروض أنها زارتنا عدة مرات في الماضي. تمكن فيرمي من حساب المدة اللازمة لأي حضارة فضائية من بين العدد الهائل المحتمل، حتى تحقق التقدم التكنولوجي اللي يخليها تقوم برحلات بين النجوم والكواكب وتنتشر داخل مجرة درب التبانة. والتقديرات كانت بين عدة ملايين لعشرات الملايين من السنين، لأن يوم تنشأ الحياة على كوكب ما، سواء كان على الأرض أو على كوكب ثاني، يجب على أشكال الحياة الجديدة إنها تتغلب على عدد من التحديات حتى توصل لهذه المرحلة. مفارقة فيرمي كانت بسبب التساؤلات اللي طرحها فرانك دريك، وهو أول شخص يطرح هذه الأسئلة بطريقة منظمة، بحيث اخترع معادلة للتنبؤ بالحضارات الفضائية اللي موجودة في مجرتنا. وهذا الشيء كان في سنة 1961، وهي معادلة طويلة لكنها تشمل جميع جوانب الحياة اللي ممكن تكون موجودة في المجرة. يوم كتب دريك المعادلة ما كان يبغي جواب حاسم، كل همه كان في خلق حوار في المجتمع العلمي عن هذه القضية في أول مؤتمر لمنظمة سيتي المخصصة في البحث عن حياة ذكية في الفضاء. وعلى مدار السنين شكلت المعادلة خريطة للباحثين عن إشارات اتصالات قادمة من الحضارات الذكية الموجودة خارج كوكب الأرض. هذه المفارقة تواجه الجميع وعلى رأسهم العلماء، وبالرغم من أن اكتشفنا أكثر من 5000 كوكب خارج نظامنا الشمسي، إلا أن هذه المفارقة لا تزال موجودة. لكن فكرة وجود حضارات كونية ومخلوقات فضائية صارت تحتل قناعة الكثير من الناس والعلماء، مثل كارل سيغن وستيفن هوكينغ. كارل سيغن كان عنده قناعة كبيرة بوجود الحياة خارج الأرض، وفي سنة 1974 فكر بأنه يعمل مبادرة من سكان الأرض
كمحاولة للوصول إلى كائنات ذكية في الفضاء الشاسع. الفكرة كانت عبارة عن رسالة تسبح في الفضاء على أمل تلتقطها أحد الكائنات وتقرأ محتوياتها وتحاول تتواصل مع البشرية. تذكرون كيف كانوا قبل يحطون الرسائل في زجاجات فارغة ويرمونها في البحر على أمل أن حد يقراها في مكان بعيد؟ يعني فكرة سيغن تشابه هذا الشيء، إلا أن رسالته كانت على شكل سي دي كبير من ذهب ونحاس، لأن درجة تحلل هذه المعادن ضعيفة جدا في الفضاء الخارجي، وتبقى الرسالة لملايين السنين بدون ما تتغير. أما العالم ستيفن هوكينج فبالرغم من أني يؤيد فكرة وجود الفضائيين، إلا أن بعكس كارل سيغن يحذر من خطر الاتصال بهم، ويقول أن لازم نتوقف عن بث موقعنا في أرجاء الكون، وحتى لو وصلتنا إشارات منهم لازم نكون حذرين وما نرد عليهم. عدد المجرات في الكون يقدر بـ100 مليار مجرة على الأقل، ويقدر عدد النجوم في مجرتنا مجرة درب التبانة بين 100 إلى 300 مليار نجم. ولكن خلونا نفترض أن حدث نشوء الحياة صار مرة واحدة لكل مجرة، وعندنا تذكروا 100 مليار مجرة، فهذا يعني أن فرصة نشوء الحياة هي 100 مليار. وأيضا هذا يعني أن نحن نعيش في كون مليء بالحياة. ولكن شوفوا احتمال أن تنشأ الحياة في كوكب يدعم وجودها. نحن ما عندنا جواب لهذا السؤال، لكن الحياة ظهرت على الأرض بعد فترة قصيرة من نشوء النظام الشمسي، وانتشرت في كل مكان وبأشكال مختلفة، وأن في كائنات غريبة على الأرض تعيش في أماكن نحن ما نقدر نتخيلها، مثل قاع المحيطات حيث تخرج المياه تغلي ومليئة بالكبريت، وهناك بكتيريا مقاومة للإشعاع تقدر تعيش في مستويات عالية من الإشعاع اللي من الممكن أنها تقتل أي إنسان فورا. هذه الأمثلة تدلنا أن احتمال نشوء الحياة في الكون شيء وارد، لكن هذه الحياة ممكن تكون بشروط نحن ما نعرفها. كم المحتمل أن تكون هذه الحياة ذكية؟ نحن اليومنا هذا ما نملك أي فكرة، لكن العديد من العلماء يقولون أن أشكال الحياة الذكية لا يمكن تجنب وجودها، وفي هذه الحالة يجب أن تزخر مجرتنا بالحضارات الذكية. لكن إذا كانت مجرتنا مليئة بالكائنات الفضائية، فالسؤال اللي يطرح نفسه وينهم؟ لا يمكن أن نتجاوز سرعة الضوء للسفر عبر النجوم، وهذا يمكن يجاوب على السؤال ليش ما زارنا الفضائيون حتى الآن. لكن على الأقل لازم يكون عندنا المقدرة على التقاط إشارات من الفضاء، لأن من يوم اخترعت البشرية موجات الراديو ونحن نبث للفضاء الخارجي. يعني لو كان في حياة ذكية في المجرة المفروض أنها تكون ردت علينا، ولكن هذا الشيء ما صار حتى الآن. لا يزال فهمنا للحياة في الكون في بداياته، فأحد التحديات اللي نواجهها هو أن هذه الكواكب الخارجية بعيدة جدا، بحيث أن من المستحيل بالنسبة لنا إرسال مسابير لدراستها في الوقت الحالي، وهناك صعوبة أخرى داخل نظامنا الشمسي، فنحن ما استبعدنا كل المناطق اللي قد تحتوي على الحياة. نحن نعرف من النظر إلى الميكروبات على الأرض أن بإمكانها النجاة في درجات الحرارة والبيئات المتطرفة، وهو ما أدى إلى ظهور نظريات تقول بإمكان إيجاد حياة مشابهة للميكروبات في المريخ، وأيضاً في قمر المشتري الجليدي يوروبا، وربما أقمار زحل إنسلدس وتايتن. كل هذا يعني أن حتى داخل مجراتنا درب التبانة يجب أن يكون هناك الكثير من الكواكب بحجم الكرة الأرضية موجودة في المناطق اللي تمكنها من احتضان الحياة.